السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني مع الصومال. ليكون في علم هذا الناس اللي خرجوا ناس يقول لك نيجيريا ودارت ماتشين مع لي زوتو. شنو دخلني في نيجيريا؟ انا فاني نقول لك الفتح الرباطي المغربي فاز على هذا المنتخب اللي دانا صعوبات، يعني اللي حصلنا في الملعب يعني وين فاز عليه بستة بصفر، يعني هاي في 15 يوم ولا 20 يوم. الفتح الرباطي فاز على هذا المنتخب هذا تاع الصومال اللي من 84 من 85 وقيلة سجل ضد فريقه من 85، يعني حتى اليوم سجل هدف تاريخي في التصفيات، أول مرة في التصفيات يسجل هدف. انهزم وديا أمام نادي الفتح الرباطي المغربي بسداسية نظيفة 6-0. في لي ماتش عميكو ما داروا والو. قال لك الصومال، قال لك ما كان والو الصومال. لا الصومال التيرة يا ولدي تاع شتيرة، برك ما تشكلها تاع شتيرة ما كان لا تيرة لا والو. يعني كل شو غادي يروح يلعب بيه يقول لكم بلي كوب دافري كل شو غادي يروح يلعب مع الاخرى، يلعب في وابلي. عليك وعليه، عليك وعليه، وين التيرة كان خاسر عليك وعليه. على النهار اللي خسرنا مع السويد تيرة كان مقلوب لعبنا بالقلبي. النهار اللي خسرنا مع الكاميرون هنا في البليدة فيك تيرا كي والو. هذه هي تيرا كان كي والو. سبحان الله بزاف. أنا بغيت نعطيكم حاجة برك، هذا الموضوع شتي لا كلمة واحدة برك شاهدتها في الندوة الصحفية تاع شاهدت وصلها لي خويا منا شفتها. يعني في اللحظة التي طرح فيها سؤال مهم عن هذا المشرف عن تواضع الأداء المنتخب، رن الهاتف أحد المرتزقة ليتم الهروب من السؤال بنجاح. قال لك من بعد يخرجوا الناس يبداو يعايروا، أوه هذا ماشي صحافة، يا ودي له الشيطانة، له الشيطانة. أنا نشوفو بلي ودي مكان والو، انا نشوفو بلي مكان والو، بلي ما عندناش مدرب، ماشي ما عندناش، عندنا لعابه والله العظيم لعابه اللي عندنا، يعني والله لا في المستوى لعابه اللي عندنا، والله لا في المستوى. بصح الله غالب والعمي اللحظه اللي قالوا له النيفو كيما ضربت على اللي لعبنا كونتر المالي، مي قالوا بدنا الضو انقطع ولا الضو ينقطع. هذه هي وين حصل هذا المنتخب، يعني المنتخب من موزمبيق، يعني كان مع بورتوانا يدير ماتش نيل كان يخسر مع بورتوانا، كان والو موزمبيق يعني منافس المنتخب الوطني وين ينجو امام بورتوانا. يعني موزمبيق اول، يعني وين حصل هذا المنتخب الموزمبيق اول 3 نقاط في التصفيات المؤهله لكاس العالم، يعني ما كان والو موزمبيق، ما كان والو. راني يعني نقول لكم ونعاود لكم مانيش نستصغر ولا نستهزئ، يعني اللعابة اللي عندنا موزمبيق، يعني خاصة على الجهة اليسرى وفي المحور الدفاع، في المحور الدفاع وما عندهمش لاطاك، ما كاش، يعني الأهداف تسجلت بضعف بورتوانا، هذا ما كان. ونجح المنتخب الموزمبيق في تحقيق الفوز خارج ملعبه على حساب بورتوانا ب3 أهداف مقابل هدفين لينجو من عودة كانت قريبة. يعني المنتخب البورتوانا يقع المنتخب موزمبيق رفقة يعني المنتخب الوطني في هذه المجموعة، يعني تصفيات كأس العالم، وتقدم المنتخب الموزمبيق بهدفين دون مقابل قبل أن يعود المنتخب بورتوانا بهدف في الدقيقة 74 73 75، وإن نجح المنتخب موزمبيق في توسيع الفرق سريعا بهدف في الدقيقة 75، وأهدر جيلي لاعب بورتوانا ركلة جزاء في الدقيقة 84.
قبل أن يتابع داخل شباك بهدف ثاني. وفشل المنتخب البرتغالي في إدراك التعادل بآخر دقائق المباراة، ليخطف المنتخب موزمبيق نقاط اللقاء ويستضيف منتخب موزمبيق نظيره المنتخب الوطني الجزائري مساء الأحد المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية. ويلعب المنتخب الجزائري مباراته في الجولة الافتتاحية أمام الصومال التي فاز بها بثلاث أهداف لهدف. يعني ما نقولوا بلي فزنا بالمباراة وصحيح، المهم لعابة ربحوا صحيح، هذا ما كانتوا ما تشوفوا بلي بلي رانا نطيروا ولا لا، ما كانش خويا. على بالنا بلي هذا ما تبغوش هذه الهضره، احنا انا على بالي بلي هذه الهضره ما تبغوهاش، بصح هذه هي الحقيقه، لو كان نتبعوها نصيبوا هذه هي الحقيقه، الحقيقه المره هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه المره، ما كاش هذه القصر عليها يعني. يا والله مازال انت يا مازال اونترينير يهضر لك على كي يسموها، يهضر لك على على كسموها يا ربي، يهدرك على الصطاد، مازال تحجج تاع الصطاد، كاش كاع هادي، أنا نقولها لك، من كأس من كأس إفريقيا 2019 و35 مقابلة دون هزيمة، بعدها لم نرى طريقة لعب وخطة المدرب، المنتخب الصومال كان ضعيف جدا، ومن يفرض يعني لم يفرض هذا المدرب طريقة لعبه، كيف يعني نقارع الكبار القارة في كأس إفريقيا في جونفي القادم بالأداء الفاشل كما أمام الصومال؟ كي نديرو هاو، مازال تزيدو تشوفو، أنا نقولها يعني كوارث تاع الكوارث أصاحبي، كاش كاع أصاحبي. مازال مدرب يعني الشوط الثاني محسوب راك رابح، يعني كانوا غادي يقاليزو غير ربي، يا ربي كسر خير اللعابة مركا وصعيب، كانوا بريمير ميتو يخرجوا دو دو معك، بريمير ميتو كانوا غادي يخرجوا معك يعني دو دو، بريمير ميتو كنت مركا هذاك هما قال حاجة هذيك من التسعين داخلة وواحدة تاع البرا، كانوا غادي دو دو. دوزيام ميتو تاع مدربين ماركي لك بنت وانت ماركيت بنت، هذا ما كان يقول لي انا شيطان نسيتير صاحبي نسيتير، كان والو ما بين شوطين على بالك بلي مزيه ما تبلسنا حتى جوار، عرفتي لا ولا لقاء رسمي تصفيات كاس العالم يدير لك ثلاث تغييرات بين الشوطين وكمل ست تغييرات كامله ل تاع الماتش، يعني والله ما تبهديله وصايد، مازال تزيدو تشوفوها مازال عاد بيناتهم واحد جايه عاتبين انتو ما يجي هكا هي تغني نورمال، دير ايكيب تيب وتخرج بيها بصحيح، قلت ايكيب تيب تاعك تخرج بيها، يعني ما تجي تقول لي لا ناسق لا منا لا ملهيه، كاش ناسق كاش قاع وكاش قاع هذي قاع مكاش. هذه كاش كاع شفت هي كيفاش الناس هي تلعب، قالك نيجيريا دارت ماتش، شنو دخلني في نيجيريا انا، هو هضروا على الاخرى ربحت، هضروا على كي يسموها على مصر ربحت بستة، صلاح بركا ربعة، صلاح بركا ربعة، هضروا على هذي، هنا جيت تهضر لي على نيجيريا دار ماتش نيل. هضرونا على طليان في إليميني كوب ديموند، لا طليان إليميني كوب ديموند، انتوما تبعوا هذا الصوالح، والله لا تبعوا هذا الصوالح،
انا نقول لكم عندكم انتوما قطعوا لونترينير. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.